اهلا بكم في حلقه جديده من الاجنده. قبل يومين مرت الذكرى الواحدة والاربعون لاغتيال الرئيس ابراهيم الحمدي. الحدث الذي ترك اثارا خطيره في الحياه السياسيه اليمنية وفي الوجدان اليمني وحمل الكثير من الدلالات التي تستحق ان يقف امامها اليمنيون اليوم وكل يوم حتى يتبين لهم الاسباب التي ادت الى اضطراب حياتهم السياسيه منذ ذلك الحين وحتى اليوم. في هذه الحلقه سنتوقف امام الدلالات والابعاد التي حملتها هذه الذكرى. لماذا قتل الرئيس الحمدي؟ وما علاقه مقتله بما يجري اليوم في اليمن؟ وغيرها من الاسئله ستكون موضوع حلقه هذا المساء، كونوا معنا. في الحادي عشر من شهر اكتوبر من العام 1977 اغتيل الرئيس اليمني الشاب ابراهيم الحمدي ومع ان الرؤساء الذين اغتيلوا او ابعدوا من مناصبهم في التاريخ الحديث لليمن كثيرون الا ان هذه الحادثه بالذات كان لها خصوصيه عند اليمنيين لاكثر من سبب منها من هذه الاسباب انها هذه الحادثه كانت اول حادثه من نوعها في العهد الجمهوري لم يسبق ان اغتيل رئيس يمني من قبل. كانت الانقلابات البيضاء هي السمه السائده في اليمن قبل الحمدي. حيث تم استبعاد رئيسين من قبل بانقلاب ابيض سلمي او باتفاق سلمي. اتفاق او انقلاب ابيض لا يريك لا يريك الدماء. الرئيس عبد الرحمن الارياني او الرئيس السلال خرجوا من السلطه بهدوء. ومن يومها من يوم اغتيال ابراهيم الحمدي بدات سنه الاغتيالات للرؤساء في اليمن حتى انه في ذلك العام في عام واحد تم اغتيال ثلاثه رؤساء يمنيين في الشمال والجنوب. والسبب الثاني لخصوصيه هذه الحادثه هو العلاقه الوجدانيه الاستثنائيه التي ربطت اليمنيين بالرئيس الحمدي، هناك علاقه استثنائيه بين اليمنيين وجدان اليمنيين وبين ابراهيم الحمدي لم يسبق أن تعلقت قلوب اليمنيين بحب رئيس كما أحبت إبراهيم الحمدي. حتى أنهم كانوا في الغالب يذكرونه بالاسم الأول فقط عندما يتحدثون عنه، يعني يقول لك قال إبراهيم، جاء إبراهيم، ذهب إبراهيم للدلالة على قربه من وجدانهم وكأنه فرد من أفراد العائلة. وهي محبة كان لها حيثيات في الواقع طبعا ما جتش من فراغ. اليمنيون لمسوا في عهده أمرين على الأقل أو أكثر لم يعرفوهم من قبل لمسوا وفرة المال ووجود دولة النظام والقانون ودولة المؤسسات هذا أمر ما كان معهود لليمنيين من قبل هذا فضلا عن شخصيته المتواضعة المحبوبة التي كانت تذكرهم بالحكام المثاليين في التاريخ وفي القصص التي تروى عن الحكام المحبوبين وهناك قصص تروى عن ابراهيم الحمدي كثيره في هذا الباب لكن اهم اسباب الخصوصيه في هذه الحادثه في حادثه الاغتيال عندما نتذكرها اليوم هو انها كانت تجسيد لتامر اعداء اليمن على اليمن عمليه اغتيال الحمدي لم تكن نتيجه صراع محلي داخلي كغيرها من الحوادث السابقه واللاحقه مع الحكام وانما كانت عمل متفق عليه ومرغوب فيه بين عدد من الاطراف الاقليميه والدوليه والمحليه. وبدوافع اكثرها غير محلي. كانت هذه الحادثه ايضا بمثابه اعلان ببدايه عهد من التدخلات السعوديه في الحياه السياسيه اليمنيه. وهذه النقطه تحديدا هي التي نود ان نركز عليها في هذه الحلقه لانه لم يعد يعنينا اليوم شخص ابراهيم الحمدي نفسه بقدر ما يعنينا فهم الاسباب التي ادت الى اغتياله لانها تقريبا هي نفس الاسباب التي ادت الى فشل الحياه السياسيه في اليمن من ذلك الحين لليوم وهي نفس الاسباب التي ادت الى سقوط الدوله وربما سقوط الجمهوريه لا قدر الله في الوقت الراهن اصبح من المتفق عليه عند اليمنيين او عند المتابعين والمراقبين الدارسين ان اغتيال الحمدي كان قرار سعودي في المقام الاول. وبعض العارفين بالسياسه يعلم انه ايضا جاء بضوء اخضر امريكي. تماما كما حصل مع الملك فيصل في السعوديه بعده بسنوات. اما النظام السعودي فقد راى في الحمدي مشروع يعني مشروع اليمن الناهض الحر المستقل القوي. وهذا ما لا يمكن للنظام السعودي ان يقبل به في اليمن السعودية لها فلسفه تجاه اليمن تقول ان ان البلد هذا ان اليمن هو الخطر والعدو المحتمل الذي ينبغي الحذر منه ومن ثم لا يجوز ان يسمح له بالنهوض ابدا وانطلاقا من هذه الفلسفه بنت السعوديه استراتيجيتها تجاه اليمن وانطلاقا منها ايضا ينبغي ان نفهم سلوك المملكة منذ ثورة 26 سبتمبر وحتى اليوم كل مواقف المملكة السعودية تجاه اليمن كانت تنطلق من هذه الفلسفة فلسفة أن اليمن عدو عدو محتمل سواء حين وقفت مع الملكيين في ستينيات القرن الماضي أو عندما قتلت الحمدي أو عندما نصبت الرئيسين الغشمي وعلي عبد الله الصالح من بعده أو عندما وقفت بجوار علي عبد الله الصالح في ثورة 2011 أو عندما دعمت الحوثي للقضاء على الثورة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني أو اليوم وهي تسعى لتحويل اليمن إلى مستنقع للميليشيات أو إلى دولة فاشلة تتنازعها الميليشيات المسلحة ذات الأيديولوجيات العدوانية كل هذه المواقف كانت تنطلق من فلسفة أن اليمن عدو يجب وضعه في القفص مكبل تحت الرقابه الحثيثه. وهذا امر يعرفه اليمنيون ويعرفه العرب المتابعون ومنهم خليجيون هناك خليجيون يعرفون هذا الامر مثل هذا الباحث العماني الصريح. تعالوا نستمع اليه. القضيه اليمنيه تنتقل من مرحله يعني معقده الى الى مرحله اكثر تعقيدا. أه نحن نعلم جميعا ان ما جرى في في سبتمبر 2015 كان عمليه التفاف على الثوره اليمنيه التي كان يمكن ان تفضي الى نظام سياسي مستقر في اليمن، ولكن يعني دعينا نتحدث عن مساله يعني اوسع من التفاصيل واوسع من هذه الجزئيات، انا في تقديري ان هناك فلسفه خليجيه فيما يتعلق بالنظر الى المساله اليمنيه وهذه الفلسفه قديمه واحسب ان هذه الفلسفه التي تفرز المقاربات السياسيه والاستراتيجيه الخليجيه ازاء اليمن هي قديمه ولا زالت ذات الفلسفه قائمه الى الان الكتله الخليجيه منظومه التعاون لا تريد يمنا مستقرا سياسيا امنا اجتماعيا به قدر من الرفاه والرفاه الاقتصادي في ذلك ليست لها مصلحه حقيقيه، انا اتصور هذا ياتي يعني امتداد للمزاج العربي في التعامل مع الجوار. انا احسب ان يمن مستقر سياسيا، امن اجتماعيا، به شيء من الرخاء الاقتصادي، هو قيمه مضافه للامن القومي الخليجي، ولكن النظره الخليجيه اي الفلسفه التي تحدثت عنها التي بموجبها تنظر الكتله الخليجيه الى اليمن، هي التي تفرز كل هذه التداعيات. لو رجعنا قليلا الى الوراء، عندما قامت الوحده اليمنيه عام 1992، ثم قام محاوله الانفصال الجنوبي عام 1994، يعني المفارقه ان دول الخليج قاطبه قد اصطفت مع محاوله الانفصال ودعمت الانفصاليين عيانا بيانا، كانت المساله ليس فيها مسارره وانما كانت مساله مجاهر بها الذي حدث في 2011 وما تبع ذلك في 2014 هو امتداد لهذه الفلسفه السياسيه التي تتبعها المنظومه الخليجيه والكتله الخليجيه في التعامل مع مع القضيه اليمنيه اذا فمقتل الحمد ليس سوى حلقه في مسلسل طويل من التامر السعودي على اليمن ومن الطريف أن ذكرى اغتيال الحمدي جاءت هذا العام والعالم بأسره منشغل بقضية اغتيال الكاتب والسياسي السعودي جمال خاشقجي على يد النظام السعودي أيضا وكأنه يقول للناس أن تاريخ النظام السعودي مرصع بحوادث الاغتيال والقتل للمعارضين والشخصيات غير المرغوب فيها لدى هذا النظام حتى أنه ساعد في تدمير دوله كامله في سبيل التخلص من رئيس او نظام غير مرغوب فيه كما فعلوا في العراق وكما فعلوا في غيرها. ما يهمنا الان هو معرفه ان هذا النظام السعودي مستمر في التامر على اليمن بطرق مختلفه منها كما قلت سعيه الحثيث لافشال الدوله اليمنيه وافشال الوحده اليمنيه وافشال التجربه الديمقراطيه اليمنيه وإفشال الجمهورية اليمنيه النظام الجمهوري اليمني ومنها أيضا أن النظام السعودي دائما ما يستعمل أدوات محليه لإفشال اليمن أو إعاقة تطورها الطبيعي علينا أن نقرأ المشهد الحالي في اليمن وفقا لهذا المنظور وفقا لهذه الحقيقه التاريخيه التي لا يختلف عليها عامة اليمنيين عامة اليمنيين متفقون عليها بالنسبة للسعودية ومعها الإمارات في هذه المرحلة فإن المشروع المناسب لليمن وفق أجندتهم هو واحد من ثلاثة مشاريع إما إبقاء الدولة أو إبقاء اليمن دولة فاشلة تتنازعها مراكز القوى المحلية المدعومة خارجيا أو تنصيب عميل محلي على شاكلة علي عبد الله الصالح يعمل على إعاقة نمو البلد ونهوضها عبر نظام الاستبداد المعروف أو إعادة النظام الإمامي الملكي بشروط تضعها السعودية نفسها هذه ثلاثة خيارات أو ثلاثة سيناريوهات قدامها طبعا في البداية كانت تفضل بقاء نظام علي عبد الله صالح لأنه النظام الأكثر كفاءة في تدمير مقومات اليمن والشخصية اليمنية والدولة اليمنية دمرها جابها أرض أرض ولهذا حاولت السعودية حمايته من السقوط هي والإمارات في ثورة 2011 واتصل به الملك عبد الله يومها قائلا له أثبت نحن معك بعد أن كان يوقع علي عبد الله الصالح كاد أن يوقع على اتفاقية أو على اتفاق نقل السلطة لنائبة في اليوم التالي من هذا الاتصال جمع علي عبد الله الصالح أنصاره في قاعة نادي ضباط الشرطة بصنعاء وقال لهم أثبتوا الملك عبد الله معانا لكن لان رياحه الثوره كانت اقوى من خيامهم رضخوا رضخ السعوديون للامر الواقع وادركوا ان حصانهم في اليمن قد كسرت رجله واصبح الرهان على علي صالح رهان خاسر عندها بداوا في التفكير في الخطه باء وهي كيفيه افشال الثوره والالتفاف عليها حتى لا تؤتي كلها وكانت الفكره ان يستجيبوا لنداء علي عبد الله صالح بالوساطه بينه وبين خصومه هو يعني طالب بالوساطه بينه وبين خصومه فكانت هذه الوساطه فيما بعد سميت بالمبادره الخليجيه كانت محاوله لاحداث شرخ بين الثوار من ناحيه ولكسب الوقت في تدبير خطه مناسبه تقضي على الثوره برمتها من ناحيه اخرى وهو ما حدث عندما فوجئوا بنجاح مؤتمر الحوار الوطني بعد ما شافوا أن المؤتمر لم يفشل راحوا يدعموا عميلهم السابق علي صالح وميليشيا الإمامة للقضاء على الثورة والمرحلة الانتقالية بكاملها طبعا ركزوا على الجسم الصلب في الثورة اللي هو حزب الأصلاح وحلفائه المدنيين والعسكريين وبقية القصة معروفة يعني هذا للتاريخ عشان ما نكونش يعني ناكري جميل ولا مزوري تاريخ كان هذا هو الخيار الأول لدى السعودية ولدى الإمارات إعادة النظام السابق أو إعادة النظام السابق وأفشال الثورة والمرحلة الانتقالية وأفشال اليمن من ورائها لكن لما لم يتمكنوا من ذلك ذهبوا كما قلت للخطباء وهو التعاون مع المشروع الإمامي الملكي وفقا للاتفاق يمكن هذا الخطة الجيم يعني التعاون مع الإماميين وفقا للاتفاق الذي أعلنه كبير المفاوضين السعوديين أنور عشقي وقع عليه عبد الملك الحوثي كما قال أنور عشقي لكن هذا الاتفاق لم ينجح أيضا ربما لأن الحوثيين كانوا مسيرين وليسوا مخيرين يعني مسيرين من قبل إيران التي تتحكم بهم يعني لصاحبة الفضل تتحكم بهم من خلال الدعم اللوجستي، ومن خلال الدعم المادي، ومن خلال المعلوماتيه، و وليس بامكانهم الاستغناء عن ايران ابدا، خصوصا في هذه المرحله. وهم يدركون ان السعوديه ليس لها امان، وقد تمكر بهم في اي لحظه. وهكذا اضطر النظام السعودي والاماراتي للانتقال الى الخطه الى الخطه الجيم. لكن قبل أن نتحدث عن الخطة الجيم تعالوا نستمع للمرة الرابعة ربما في هذا البرنامج إلى كلام أنور عشقي عن الاتفاق السعودي الحوثي الذي لم ير النور وقد لا أكون قد أفشيت سرا فالحوثيون قد وعدوا الولايات المتحده الامريكيه بانهم سيضربون الارهاب ولكنهم وجدت الولايات المتحده الامريكيه انهم خذلوهم وذهبوا الى صنعاء واحتلوها لهذا الولايات المتحده الامريكيه غضبت. ايضا خذلوا طبعا بعض دوله من دول مجلس التعاون وانهم سوف يضربون فئه معينه في اليمن ولم يقوموا بذلك بل اخذوا الاموال الطائله واخيرا وعدوا المملكه العربيه السعوديه وعبد الملك الحوثي نفسه واحد المملكة العربية السعودية وقال بأني مستعد أن أتعاون مع الملك المملكة العربية السعودية وأترك إيران وجاء وجاء وجاءت وجاءت هذا الموضوع عن طريقي فحينما جاءت قلت لاجب أن يكتب الكلام هذا ويوقع عليه فكتب هذا الكلام ووقع عليه وتوقيعه لا يزال في مكتبنا في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية ولكنه ولكن المملكة لم ترضى أن تتناقش معه أو تتحاور معه لأن المملكة لا تحب أن يعني تلعب هذه الألاعيب نعم يعني هو قدم لكم تعاهدا السيد الحوثي قدم لكم تعهدا خطيا بالتخلي عن, لا شك عن إيران مقابل ماذا؟ مقابل أن يتعاون أن يكون مع المملكة العربية السعودية اذا فقد سعت السعوديه للاتفاق مع الحوثيين وكان لديها استعداد للتحالف معهم ضد اليمن واهل اليمن بشرط تبعيتهم لها لكنهم طبعا فضلوا تبعيه ايران وهذا هو اللي اطال الحرب لليوم لكنها حرب طبعا ليست حرب استئصال حرب الشوكه والسكين حرب تضرب صاروخين على الحوثي وصاروخين على الشرعيه والمدنيين الامنين. حرب تقتل فيها طائرات التحالف وادواتهم المحليه، تقتل ثلاثه قاده عسكريين من الشرعيه في مقابل قيادي واحد من الحوثيين. يعني باختصار هذه حرب استنزاف كبرى لليمن في المقام الاول وللنظام السعودي والمنطقه في المقام الثاني. واستمرار هذه الحرب حتى الان دون تحقيق اهدافها المعلنه هو مجرد تطبيق للخطة الجيم التي تقتضي إبقاء اليمن في حالة فشل فشل تام لفترة من الزمن حتى يتمكنوا من ترتيب أوراقهم الأوراق المحلية داخل البلد على شاكلة الانتقال في الجنوب تلك هي المشاريع الصغيرة هم يعتمدون على المشاريع الصغيرة داخل البلد المشاريع الصغيرة التي تتعارض مع مشروع اليمن الكبير الموحد الديمقراطي ونحن اليمنيون جميعا نعرف ما هي المشاريع الصغيره داخل البلد صحيح هناك الان تعاون بين الشرعيه اليمنيه وبين السعوديه والتحالف وصحيح ان حزبا مثل حزب الاصلاح هو اكبر حلفاء الشرعيه ومن ثم اكبر حلفاء السعوديه الا ان هذا الحزب غير مرغوب فيه من قبل النظامين السعودي والاماراتي لسبب بسيط وواضح للجميع هو انه حزب لا يحمل مشروع صغير يعني مشروعه السياسي لا هو سلالي وله مشروع يعني سلالي مثل الاماميين ولا هو اسري عائلي مثل مشروع النظام السابق ولا مناطقي مثل مشروع الانتقالي ولهذا فانه غير مرغوب فيه لانه لا يصلح للعماله والامتطاء المشاريع الصغيره فقط هي التي تصلح لهذه المهام القذره المشاريع الصغيره هي احصنه الاجنبي هي احصنه طرواده لمن يعرف حصان طرواده التي بواسطتها يكتحمون الداخل المحلي ويسيطرون عليه ولهذا يشنون على هذا الحزب حمله حمله تشويه وتصفيه جسديه ومعنويه شرسه طبعا نقول هذا الكلام ليس حبا في الحزب هذا لانه لنا مواقف منه لكن نقول هذا حتى لا نقع في الفخ وننساك وراء الاجنده الخليجيه التي تستهدف تحطيم حصوننا الوطنيه وتدميرها بحجه النكاية بالاخوان لا ضرب الاصلاح اليوم هو ضرب لحصن من حصون البلد ما زال المشروع الوطني يحتمي به المخطط خطير وكبير وينبغي ان نتنازل قليلا عن رغباتنا الصغيره في سبيل حمايه بيتنا الكبير اذا كنا حريصين على البيت الكبير اليمن ينبغي ان نفهم جيدا ان المشاريع الصغيره هي احصنه العدو الاجنبي كما قلت عندما نستوعب ذلك نكون قد خطونا الخطوه الاولى في افشال هذه المخططات هذا التاريخ من التامر السعودي على اليمن ينبغي ان ينبهنا الى امر مهم هو ان العدو لا, لا ينجح دائما ولا يفشل دائما في مساعيه. قد ينجح مره ويفشل مره. والحياه هبه بهبه كما قال الفنان احمد السليدار ومثلما فشلت السعوديه والامارات في تحقيق الخطه الف والخطه باء ربما تفشل. والراجح انها ستفشل في تحقيق الخطه الجيم في اليمن اذا اذا كنا لها بالمرصاد. إذا كنا صاحين ينبغي لا نسمح بتحويل اليمن إلى دولة فاشلة مقسمة على مراكز قوى متصارعة مدعومة بالسلاح من قبل دول الجوار وأخطر من ذلك علينا ألا نسمح ببقاء المشروع الإمامي على قيد على الحياة لأنه أكثر الخيارات خطرا على مستقبل اليمن الفوضى قد تستمر سنوات لكنها حتما ستزول ستنتهي بحل أي فضل لابد أن تنتهي بحل لسنوات معدودة أما المشروع الإمامي فسيبقى لعشرات السنين إذا ثبتت أقدامها اليوم لا قدر الله أنا طبعا لست ضد مبدأ المصالحة مع الحوثيين أو المصالحة مع أي فصيل آخر يمني كل ما يعنيني هو مبدأ هذه المصالحة ما هو إذا كان المبدأ هو الجمهورية اليمنيه الديمقراطية الموحدة فاهلا بها وسهلا. أما إذا كانت مصالحة على حساب النظام الجمهوري أو على حساب النظام الديمقراطي فالحرب أرحم بكثير. لأن الحرب والفوضى ستؤلم اليمنيين سنوات محدودة، أما بقاء المشروع الإمامي مسيطرا فهو عذاب، عذاب دائم يسحق الروح والعقل معا. وهذا أسوأ مصير يمكن أن تلقاه أمة من الأمم والأمر يشبه أن يخيروك بين أن تعيش في غابة أو, أو تعيش في زنزانة الأحرار قطعا سيفضلون العيش في الغابة على العيش في الزنزانة حتى لو كان الموت يعني في انتظارهم والحروب ما شرعت أصلا إلا لحماية حقوق الإنسان وحريته وكرامته ولا لشتة الحروب وها هي الدعوة إلى المصالحة اليوم في دعوة إلى المصالحة وفقا لهذه المبادئ مبدأ الحفاظ على الجمهورية والحفاظ على النظام الديمقراطي فهل سيلتقط الحوثي هذه هذا الخيط ويوفر ما تبقى من مقدرات اليمن ودمائهم الكرة أصبحت في ملعبه في ذكرى اغتيال الرئيس الحمدي ايضا ينبغي ان احببت ان اذكر المشاهد الكريم بمسالتين لهما اهميه في تشكيل الوعي السياسي اليمني. المساله الاولى تتعلق بالطريقه التي ادار بها القتله القضيه امام الشعب. كيف اداروا قضيه القتل والاغتيال وخبر الاغتيال امام الشعب. هذه قضيه. والمساله الثانيه تتعلق بموضوع المؤامره على اليمن والمؤامره عامه يعني. بالنسبه للمساله الاولى لاحظت شيء طريف وانا اتتبع وسائل الاعلام في الفتره التي اغتيل فيها الرئيس الحمدي. لاحظت ان القتله كانوا يتحدثون عن موضوع الاغتيال بأسف شديد بحزن شديد وكانهم جزء من الشعب المكلوم الحزين على قائده. وكأنهم لا يعرفون من الذي قتله. الذي يعني باختصار القتلة يقتلون القتيل ويمشون في جنازته كما يقول المثل بل يبالغون في اظهار الحزن والاسف كأبرع ما يفعل الممثلون يعني على سبيل المثال اجرت صحيفة القبس الكويتية حينها اول لقاء صحفي مع احمد الغشمي اللي هو المتهم الرئيس بقتل الحمدي. وسألت سالت الغشمي عن الحمدي ونشرت اجابته بالبنط العريض في الصفحه الاولى وهو يقول لاحظوا ايش يقول الغشمي عن عن الحادثه سنثأر للحمدي سنثأر للحمدي من كل الجناه والمخططين هكذا والله هكذا قال وبراءة الاطفال في عينيه كما يقول لزركباني وكانه لا يعرف من الذي قتله والذي يسمع نعي مجلس القياده اللي كان بيرأسها الغشمي اللي سمع النعي النعي الذي اذاعه التلفزيون اليمني بصوت عبد الملك العيزري حينها اللي سمع هذا النعي سيقول في نفسه ما اوفى السياسيين لبعضهم وما اطهر قلوبهم وما اطهر قلوبهم وهو لا يعلم ربما ان الذي كتب النعي هو الذي قتل صاحب النعي تعالوا نستمع الى نعي مجلس قياده الدوله الذي يراسها الغشمي في مقتل الرئيس الحمدي الذي اذيع بصوت عبد الملك العيزري انذاك في الاذاعه. ولاحظوا يعني انه هذا صوت احمد الغشمي القاتل نفسه، شوفوا كيف يمثلوا عليكم السياسيين، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقه الموت. أيها الشعب اليمني الكريم، لقد تعودت في طريق حفاظك على حريتك واستقلالك وثورتك وجمهوريتك، أن تجابه الأخطار والمحن بإيمان قوي وثبات لا يتزعزع. أيها الشعب العظيم، لم تكن غريبه عليك ولا جديده المؤامرات الدنيئه والدسائس والمخططات التي تحاك عليك وعلى زعمائك الوطنيين وقادتك الاحرار يا جماهير يمننا الحبيب انه في هذا اليوم الاسود الكئيب في تاريخ شعبنا اليمني العظيم سطت ايد اثمه مجرمه خائنه لشعبها ووطنها على حياه قائد مسيرتنا الاخ المناضل المقدم ابراهيم محمد الحمدي الذي عرفه شعبنا كله وعرفناه قائدا مخلصا ومناضلا شريفا، وزعيما أمينا، الذي بعهده وبقيادته حققت أيها الشعب العظيم الكثير من المنجزات والمشاريع، وخطوت خطوات واسعة على طريق الانتصار ضد التخلف والفساد. شفتوا كيف يفعلوا أهل السياسة؟ شفتوا كيف السياسي يحرص السياسي المجرم يحرص على الظهور بمظهر البريء قتلوا الرجل وهو صديقهم قبل ما يكون رئيس جمهورية أو رئيس دولة وراحوا يبعثوا بيانات النعي الحزينة ويصرحون للصحافة بأن دم الشهيد لن يذهب هدرا وأنهم سيكشفون المخططات القذرة على الطريقة نفسها اللي كان علي عبد الله الصالح يسويها ويشتغل ويشتغلنا بها هكذا كان يشتغلنا علي عبد الله صالح طال فتره حكمه يرتكب الجريمه وراء الجريمه ويخرج في الاعلام يقدم نفسه بمظهر الرجل المحترم الشريف المظلوم الحريص على اليمن واهله وعلى فكره هذا هو مذهبه احمد الغشمي وهو هم شركاء في 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 عمليه الاغتيال وشركاء في هذه الطريقه الظهور على الجمهور بعدها بمظهر الـ 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 الانسان الشريف المظلوم الحريص على البلد هذه هي طريقة علي عبد الله صالح من يوم قتل الحمدي وحتى آخر لحظة في حياته حوالي أربعين سنة وهو بيمثل على الشعب اليمني ويمثل به يعني هذا يخلينا نراجع الحوادث التي جرت في السبع سنوات الماضية على الأقل ابتداء من جريمة جمعة الكرامة مرورا بجريمة العرضي وانتهاء بجريمة الانقلاب الجريمة الكبرى المفروض هذا كله يكون امامنا ونحن بنشوف هذا السلوك السياسي المشين ونسال انفسنا ما دور علي عبد الله صالح فيها؟ ولماذا لم تعلن الحقائق امام الناس الى اليوم؟ هذه هي المساله الاولى التي حبيت انبه عليها مساله الطريقه التي يدير المجرمون بها جرائمهم كيف يرتكبون الجريمه ويظهرون امام الناس في غايه النزاهه والبراعه والشعور بالمسؤوليه. ينبغي ان يكون لدينا حصانه في الوعي من امثال هؤلاء حتى لا نقع في الفخ المساله الاخرى هي مساله المؤامره على اليمن اليمن تتعرض للمؤامره من منذ ان اعلنت ثورتها على النظام الكهنوتي الامامي في عام 62 ميلادي منذ ذلك الحين والنظام السعودي يضع المخططات لاجهاض التجربه الجمهوريه في اليمن هذه أصبحت بدهية لا تقبل الجدل الجميل في الموضوع أن معظم محاولات هذا النظام في إجهاض التحولات الكبرى في اليمن قد فشلت فشل النظام السعودي في إجهاض ثورة سبتمبر 62 ثم فشل في إجهاض تحقيق الوحدة اليمنية ثم فشل في إبقاء نظام علي عبد الله صالح في ثورة 2011 2011 وهو الآن يحاول اجهاض الجمهوريه الثالثه التي كانت ستنبثق من دستور مؤتمر الحوار الوطني الشامل ويبدو انه سيفشل ايضا في هذه المهمه لكن حتى نكون موضوعيين لا بد من الاعتراف بانه قد تمكن من تحقيق بعض المكاسب تمكن من تعطيل مضامين التحولات الكبيره في اليمن بواسطه عماله المحليين وعلى راسهم علي عبد الله صالح الذي تم فرضه من قبل السعوديه بعد الغشم فرضا كما اعترف الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر في لقاء تلفزيوني, تلفزيوني له قبل سنوات. طبعا علي عبد الله صالح حاول بعد ذلك انه يخرج على يتمرد على السعوديه، حاول يخرج من جلباب ابيه ويتمرد على النظام الذي وصله لكنه فشل ايضا. وعاد الى احضانها مره اخرى بعد هزيمه صاد بعد هزيمه صدام حسين تحديدا. طبعاً هذه مش قضيتنا القضية هي أن نعرف أساليب الأعداء في إجهاض إرادتنا الوطنية النظام السعودي ومعه الإمارات اليوم في الفترة الأخيرة سيظلون يحاولون إجهاض أحلامنا القومية وإفشال تجربتنا الجمهورية وإفشال تجربتنا الديمقراطية هذا هو عملهم الطبيعي هذه وظيفة العدو لكن المنطقي ان نسال انفسنا ما هي وظيفتنا؟ الى متى نظل نستجيب لمخططات الاعداء؟ ثورات الربيع العربي كشفت الى اي مدى نحن العرب محتلون بالفعل، مسيطر علينا من قبل الاستعمار، الاستعمار لم يرحل عن بلداننا الا في الظاهر. الربيع العربي كشف هذا بوضوح. وهذه الحقيقه صارت معروفه. معروفه حتى عند المثقفين الغربيين انفسهم. يعني في الوقت الذي يقول في بعض المثقفين العرب ان ثورات الربيع العربي كانت مؤامره امريكيه يقول المثقفون الامريكان العكس يقولون ان اجهاض الربيع العربي هو المؤامره واخر ما صدر من في ذلك صدر في اغسطس الماضي كتاب بعنوان في قبضه العسكر للكاتب الصحفي الامريكي كيرك باتريك يفضح فيه في هذا الكتاب ادق تفاصيل الانقلاب على الديمقراطيه في مصر ويكشف فيها الدعم الذي تلقاه السيسي من امريكا واسرائيل والامارات والسعوديه بالتفصيل باختصار نحن شعوب تتعرض للاغتصاب الجماعي من قبل امريكا وحكامنا وظيفتهم فقط ان يقيدوا ايدينا حتى لا نقاوم ويلجموا افواهنا حتى لا نصرخ هذه هي وظيفتهم معنا بالضبط خلاصه الكلام قضيه الحمدي ليست قضيه شخص بل قضيه أمة تتعرض للاغتيال، أمة ممنوعة من تحقيق طموحاتها وتحقيق حقوقها الطبيعية البسيطة، وهي مصابة بداء حكامها الفاسدين، وأحياناً تساهم الظروف الدوليه في انجاح هذه المخططات الاجنبيه. يعني على سبيل المثال كان للحرب البارده بين المعسكرين الشرقي والغربي انذاك تاثير في قرار تصفيه الحمدي. امريكا اعطت الضوء الاخضر للسعوديه بتصفيه الرجل بسبب مخاوفها من اتحاد نظامين يساريين في جنوب الجزيره العربيه. نظام اليمن الشمالي آنذاك ولا النظام اليمن الجنوبي من المعروف أن الحمدي كان قد اغتيل قبل يومين من نزوله إلى عدن لتوقيع اتفاق إعلان الوحدة مع الجنوب ومن المعلوم أيضا أن الجنوب كان حينها ينتمي للمعسكر الشرقي الاشتراكي ومن الواضح أيضا أن الحمدي كان له ميول يسارية وهذا يعني أن النظامين عين دمجوا في نظام يساري واحد وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لأمريكا وممالك الخليج اللي كانوا حريصين على منطقة الشرق الأوسط والسيطرة عليها خاصة مع وجود نظامين يساريين في شمال الجزيرة آنذاك اللي هو نظام حزب البعث السوري ونظام البعث العراقي بما يعني أن المملكة ودول الخليج الأمريكية قد أصبحت بين كماشتين كم من الجمهوريات جمهوريات كلها يسارية في الشمال والجنوب كان لابد من تصفية الحمدي لقطع الطريق أمام توحيد اليمن تشكيل هذه الكماشه وتوحيد اليمن ولمنع تشكيل كيان يساري في جنوب المملكه السعوديه. واظن ان الايام القليله القادمه ستكشف بعض اسرار مقتل الحمدي في اعمال وثائقيه ننتظرها جميعا. اخيرا اود التنبيه الى مساله طريفه هي ان اعاده فتح ملف ابراهيم الحمدي في ذكرى مقتله مسألة تختلف تماما عن استدعاء المشاكل التاريخية كما يفعل الإماميون والشيعة حين يستدعون قصص التاريخ الإسلامي إلى الحاضر بغرض استثمارها لصالح مشروعهم السياسي استدعاء زيد بن علي واستدعاء الحسن بن علي واستدعاء الهادي واستدعاء هؤلاء الموتى جميعا استدعائهم من التاريخ من الأجداث إلى الحاضر هذه وظيفة سياسية انتهازية هذا نوع من السحت والانتهازية السياسية غير وارد في مسألة استدعاء ملف الحمدي واغتياله ومجرد القياس بين الحالتين غير غير مقبول يعني نحن نقوم بعمل مدني لا عمل ديني وعمل سياسي بحت يعني متبع في الدوائر السياسية لا علاقة له بالانتهازية السياسية التي يمارس المشروع الإمامي هذه الأيام أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم هذه الحلقة خاصة وأني أعاني من بعض الرشح نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله